العرب نشكره وهو رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سوريا. كما أننا نريد الإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله ابتداء من بلد سوريا وكل الدول العربية ودول العالم، فالضحية هم المدنيين الأبرياء من الشعوب، وذلك يشكل انتهاكا لحق الإنسان بالحياة سواء بحقوق الإنسان أو في الديانات السماوية. إن المجتمع المدني هو مجتمع مستقل لا حد ما عن إشراف الدولة المباشر، لديه شيء من الاستقلالية والتنظيم التلقائي وروح المبادرة الفردية والجماعية والعمل التطوعي والدفاع عن حقوق الفئات الهشة والضعيفة، وهو مجتمع التسامح والحوار والاعتراف بالآخر والاحترام الرأي المخالف ونشر ثقافة العيش المشترك وحقوق الأقليات وحرية المعتقد. أما دوليا، الأمم المتحدة أصدرت في 8 سبتمبر 2006 قرارا يهدف إلى وضع استراتيجية لمواجهة الإرهاب، وطلبت من الدول الأعضاء في المنظمة إشراك المؤسسات المدنية والمنظمات الأهلية غير الحكومية أكثر من حيث ترغيبها وحثها على العمل في هذا المجال. برأينا يبدأ عمل المجتمع المدني أولا من خلال إصدار البيانات كمنظمات وهيئات وتوجيه الخطاب للناس وتوعيتهم للتصدي للفكر الإرهابي والدعوة لإدانته، ومن ثم فتح مجال الإعلان أمامه من أجل القيام بدوره التنويري بذلك، ومن ثم على الدولة تسهيل دور المجتمع المدني حتى يصبح دوره استشارياً بشكل غير مباشر للتعاون في قضايا التهميش وقلة التعليم وعدم المساواة وحقوق التنمية ونشر الثقافة والتعايش السلمي والدعوة لنبذ العنف ضمن المجتمع الواحد. أما عندما تلعب الدولة دوراً سلبي، هنا تنشغل منظمات المجتمع المدني بدور الدفاع عن نفسها ووجودها للأسف، والثقافة والتعايش السلمي والدعوة لنبذ العنف ضمن المجتمع الواحد. أما عندما تلعب الدولة دوراً سلبي، هنا تنشغل منظمات المجتمع المدني بدور الدفاع عن نفسها ووجودها للأسف، ولا بد من تعزيز الديمقراطية من أجل دعم دور المجتمع المدني. وهناك مشكلة أخرى مع من يعتقدون بأن الدين هو نظام شامل للكون والحياة، وأنه يتضمن نظاماً سياسياً بديلاً على الأنظمة السياسية الأخرى بما في ذلك الديمقراطية. فهذا الكلام أثار العديد من الإشكاليات والتساؤلات حول عملية التحول الديمقراطي في المجتمعات، فعلاقة الدولة بالدين لا تزال تتطلب نقاشاً عميقاً وجريئاً من أجل الوصول إلى صيغة تحمل حقوق الفردية والجماعية وحقوق المرأة والمساواة وحقوق الأقليات وتدعم قيم المواطنة وتفصل الحكم عن الدين وترسخ النظام الديمقراطي، من أجل أن تكون مرتكزات التحول الديمقراطي مبنية على مفاهيم كونية حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة والتعايش الإنساني ضمن حضارة واحدة. فنشيد هنا بإعلان مراكش التاريخي ودور رجال الدين لتصحيح المفاهيم وتضمينه أيضا في أحد بنوده من خلال دعوته للمجتمع المدني لإطلاق المبادرات حول ذلك. وأخيرا نريد أن أشير بالرغم من عدم وجود أي تعريف واضح للإرهاب، لأن الإرهاب الذي وقع ولا يزال يقع في بلد سوريا سيؤدي لإعادة دراسات كثيرة حول مفاهيم الإرهاب، فلقد كان هناك سابقا إرهاب داخلي يحصل في أي بلد نتيجة التهميش والإقصاء وردات الفعل، وأيضا تحصل حادثة التفجير بدولة ما من أجل زعزعة استقرارها بشكل موجه. أما ما يحصل في سوريا هو نوعا جديدا من إرهاب مستمر منذ عدة سنوات، واستطاع تشجيل عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب من دول كثيرة عربية وأجنبية، وتحول إلى إرهاب ممنهج وله قدرة على الاستمرار لكي يصبح كيانا وبديلا عن الدولة والمجتمع المدني. وهذا الإرهاب الخارجي والعالمي اليوم نوعا جديدا مدعوما وممول لاستهداف الدول وزعزعتها وتقسيمها ونهب خيراتها، فكانت حجة التدخل بالدول سابقا هو الأسلحة المحظورة وامتلاكها كما حصل بالعراق، ومن بعد ذلك الضغط والتدخل من خلال عدم احترام حقوق الإنسان للدول. واليوم نشهد التدخل جديد بحجة وجود الإرهاب والحروب الاستباقية على أراضي الغير والتدخل بشؤونها وخلق صراعات طائفية ودينية وإضعاف دور المجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان. وشكرا لكم.